محمد بن الفاطمي الكاتب الوطني لاتحاد النقابات الوطنية لقطاع الشباب والثقافة والتواصل، تابع لاتحاد العام الشغالين من المغرب. احنا تنحتفلوا وتنختتموا يعني واحد تدريب أكاديمي تكويني، تكوين سوسيو نقابي سياسي في نفس الوقت، اللي هو خدينا باسم المرحوم والزعيم المرحوم الشهيد عبد الرزاق الفيلال، اللي هو من مؤسسي اتحاد العام الشغالين بالمغرب، وتنحيوا لهذه الذكرى هذه تخليدا الانشطه. كي قلت هذا الاسم ديال الدوره، المرحوم عبد الرزاق الفيلال الشهيد المناضل الكبير اللي خلى لنا اثار ديال هذا الاتحاد العام اللي احنا وصلنا ليه دابا، وهذه الحريه اللي وصلنا ليه دابا، هي بالفضل ديال النضال ديال المجاهد الكبير. فهذا التكوين اللي هو كان البدايه ديالو انطلقات في نوفمبر 2022 ببوزنيقه، الان احنا تنظموه جهويا، بدينا بجهه الرباط ان شاء الله، وغتكون الدوره المقبله جهه الحسيمه دورة المرحوم عمر مديان، وهذو كلهم مؤسسين ديال الاتحاد العام الشغالي. بطبيعة الحال في كل لقاءات وفي كل تواصل ديال اتحاد النقابات مع المواطنات والمواطنين، مع المناضلات والمناضلين، تيكون تكريم ديال النقابيين، ديال إخوة وأخوات اللي نضلوا في صفوف الاتحاد العام الشغالين من المغرب. السلام عليكم، أنا سيدة الشرقاوية عائشة، متقاعدة بالشباب والرياضة. أنا فرحانة وسعيدة جدا بهذا التكريم وبهذا النهار السعيد اللي تكرمت فيه مع الأبا السيد الحاج أفيلال. كنشكر الحاج بن الفاطمي، وكنشكر جميع الحضور، نشكر الأخ عبد الله العلوي، وكنشكر جميع الموظفين، وشكرا على هذه الالتفاتة الجميلة، وكنشكر اللجنة النقابية، وكنشكر جميع الحضور، وشكرا على التكريم، والحمد لله اللي وصلنا لهذه المبادرة الطيبة. وكنتمنى لجميع المناضلين يتكرموا في هذا النص اللي تكرمنا فيه حنايا، وشكرا. سعيد بهذا التكريم الذي يعني شرفني به العزيزات الأعزاء في الاتحاد العام الشغالين، خاصة النقابة الوطنية لموظفي وأعوان الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الشباب والثقافة والتواصل. و هذا التكريم الذي يدخل في إطار الفعاليات الأكاديمية التكوين السوسيو نقابي في دورتها الأولى، والتي أتشرف أيضا برئاستها. هذا التكريم يعني هو تتويج لمسار نقابي وإداري وتربوي وثقافي لمدة تصل إلى 42 سنة من العمل المتواصل داخل صفوف قطاع الشباب والرياضة في السابق، وكانت لدي العديد من المشاركات، مشاركات ثقافية، مشاركات تربوية، مشاركات اجتماعية. هذا القطاع الذي استطعت أن أنتقل فيه ليس إداريا، ولكن انتقلت فيه علميا من مرشد تربوي إلى أستاذ التعليم العالي متخصص في القانون ومتخصص في علم النفس. وأقول أنني مدين جدا لهذا القطاع، هذا القطاع الذي أعتز بانتمائي إليه، لدي رضا وظيفي عالي في شأنه، وأقول أنه لم تتح لي الفرصة لكي أقدم لهذا القطاع ما يستحقه من العناية والاهتمام نظرا لعدة صعوبات. لكن في عزائي في طلبتي الذين تخرجوا وأسهمت في تربيتهم وفي تكوينهم أن يكونوا أفضل مني في أداء رسالة هذا القطاع الحضارية، هذا القطاع الذي يجب أن ينتبه إليه الجميع، هذا القطاع الذي ينتج النساء والرجال بشكل متطور، هذا القطاع الذي يدرك التربية على أنها جهد علمي، جهد معرفي، جهد تقني وجهد فني، يصبو إلى إدراك الإنسان وتمكين الإنسان من اقتدارات ومهارات صناعة الحياة.
من الإسهام في قيادة الحياة، وهذا شيء تعلمناه في قطاع الشباب والرياضة الذي الآن انفصل تم فصلهما عن بعضهما، ولكن أقول بأنه مدين بشكل كبير لوزارة الشباب والرياضة في نسختها القديمة، وسأبقى وفيا لهذا القطاع، وفيا للفعل الجمعوي، وفيا للفعل المدني، وفيا حتى للفعل الحكومي الذي ينشد إعداد الإنسان وتمكينه من أجل الولوج الصحيح إلى الحياة. شكرا لك. ما تنساوش تابونا في لاشين وتأكتفوا الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبرتجيو مع أصحابكم.